هذه تفاصيل خطة الحكومة لتعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. تستعد الحكومة لتعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وهو دعم مباشر للأسر في وضعية هشاشة، والذي سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات الهشة وإحصاء الفئات الفقيرة بالمملكة، حيث سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر التي ستستفيد من الدعم المباشر. يتعلق الأمر بالسجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني يستهدف الأسر الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي وتحديد أهليتها بناء على معطيات اجتماعية واقتصادية موضوعية. ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا في وجه المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. يرتكز هذا النظام أساسا على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.